ما في شك وأنه حصول أي تلميذ على عدد يتجاوز العدد الأقصى ربما يطرح بعض التساؤلات، ولكن لابد أن نضع الأمور في نصابها باعتبار وأن معايير التقييم اللي هي اللي اعطتنا الظاهرة هذه بين قوسين، يعني هي أول شيء التلميذ ما يتحمل فيها حتى مسؤولية، وثاني شيء هي عامة وتهم كافة التلاميذ. إذا من ناحية هذه أنه تلميذ يتحصل على أكثر من العدد الأقصى مراوث، وأنه يكون يعني مصدر لكل هالهالة هذه وكل البوليميك. والحقيقة وراء اللي صاير يعني نحس أنه هكذا الحاجة اللي ترجع تصبر شوية وترجع عنا، أنه كاين يولى عنا في بلادنا مشكلة مع النجاح ومشكلة مع التميز، ولابد وأنه في كل مناسبة المفروض أنه نفرح بها ونكمل بها إنجازات التلاميذ وإنجازات المنظومة وإنجازات الإطار التربوي، ولينا ديما أبطال في أنه نلقاو حاجة نكدو بها على رواحنا، حاجة نطلعوا بها اللي نوليوا نخوضوا في الشيء هذاك وننساو اللي به الفائدة، وننساو أنه عنا يعني كلام ذا وتلميذات يعني على أعلى مستوى، وما وصلوا لهذا إلا بمجهوداتهم ومجهودات أوليائهم ومجهودات مربيهم. فلذا ماذا بينا الحقيقة في الجمعية التونسية لجهة التعليم، وأنه إذا كان فما مراجعة لمعايير التقييم لماذا، ولكن من حملوش الأمر أكثر مما يحتمل ونتلهو باللي به الفائدة، واللي به الفائدة اليوم هو أن نفرحوا بنجاح بنياتنا وليدات. معناها طريقة الاحتساب ربما هي اللي قد تراجع، ولكن طريقة احتساب المعدلات حتى إذا كان باش تتراجع، ولكن هذا كما قلنا ما يبررش الشوشرة هذه الكبيرة اللي قاعدة